بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقة جديدة عن التربية المسيحية في رسائل القديس بولس. عاوز أركز في رسالة تيموثاوس الأولى على بعض الآيات، لأنه بولس هو الأب الروحي لتيموثاوس، وخد تيموثاوس شاب صغير وتبناه روحيا، وتيموثاوس كان أبوه يونانيا، فعشان كده اضطر يختنه عشان يدخل به المجامع اليهودية، لأن الكرازة تستدعي أحيانا أن يدخل مجمع يهودي غير ما بيكلم الوثني. وتيموثاوس مع سنين التربية الروحية دي بقى إنسان عظيم، وحطه أسقف على مدينة أفسس، وكانت من أكبر مدن الكرازة في الوقت ده، تعتبر عاصمة آسيا الصغرى. بعد ما سابه أسقف وهو غالبا في العشرينات من عمره، قديس بولس بعت له رسالة في الستينات من القرن الأول عشان يوصيه على الرعاية، ويحط قدامه مبادئ كتيرة كأب أسقف يرعى مدينة ضخمة. أنا أركز على ما يعنينا من مبادئ التربية، فهروح معاكم لإصحاح 4. بيحط مبدأ: أتمنى كل المربيين أباء وأمهات وجدات وجدود وأيضا خدام مدارس الأحد ينشغلوا به. 4:4 تيموثاوس الأولى 4:4: لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر. فكرة أن كل حاجة عملها ربنا حلوة. المبدأ ده بيحبوه قوي الأطفال، بيرتاحوا قوي لما تقول له ربنا هو اللي عمل العصفورة والشجرة والشمس، هو اللي عمل جسمك، وعشان كده أنت كبوي كولد فرحان أنك ولد لأن ربنا عمل حاجة حلوة، والبنت فرحانة أنها بنت لأن ربنا خلقها بنت. فلا يرفض شيء لأن كل خليقة الله جيدة. يبقى فكرة واحد بيكره نفس بيكره جسده كولد ليه حبيبي؟ ده خليقة ربنا، ده ربنا اللي عاملها، زي ما عامل الشمس جميلة والبحر جميل عاملك انت أحلى وأحلى، عاملك ولد أو عاملك بنت. المبدأ ده أصبح ضروري جدا في التربية، رغم أنه ما كناش بنركز عليه، ما كانش في حرب الشيطان اللي جاي على العالم في التشكيك في موضوع الجنس ده وتغيير الجنس من ولد لبنت أو الانحرافات المثلية وما شابه. إذن غرس الهوية الجنسية لمجرد فكرة دي خلقة ربنا وخليقة ربنا جيدة. ساعات البنت تطلع في مجتمع شرقي كانت تتمنى تبقى ولد من كتر ما شايفة ميزات الولد، أو مثلا بيجي لها البيريود في وقت فتحس أنها مش مبسوطة من نفسها. خليقة الله جيدة، ربنا ما بيغلطش، ما بيعملش حاجة وحشة أبدا، اللي عامله ده أحلى حاجة. وبالتالي دايما ندي المعاني الإيجابية اللي تخلي كل واحد مبسوط من خلقة ربنا. ومع الخليقة الجيدة يجي دايما كلمة شكر، كل شيء جيد إذا أخذ مع الشكر. طبعا في الوقت ده كان في بدع ضد الجواز وبدع ضد الأكلات معينة، شوية فلسفات طالعة كده، فقال لهم ما عندناش أكل حرام وحلال، كل الأكل حلو خليقة الله، بس ناكل ونشكر. الجواز نعمة من ربنا ونتجوز ونشكر، بس هي زوجة واحدة زي ما المسيح حط لنا المبدأ. إذن فكرة خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لا يرفض شيء طبيعي إذا أخذ مع الشكر. طالما الإنسان بيشكر ربنا على كل ما هو طبيعي في حياته هو مقبول قدام ربنا. مبدأ تاني في العدد 6 يقول: إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الإيمان. جملة دي مهمة أوي، متربيا بكلام الإيمان. إذن كلام الإيمان جزء من أدوات التربية، وده ابتدى يقع من بيوت مسيحية كتير أوي. لما الأب يقول ربنا النهاردة عمل معايا حاجة حلوة أوي، ده كلام إيمان. لما الأم بتقول احنا هنصلي ولازم ربنا هيعمل حاجة حلوة، ده كلام إيمان. لما تحكي حكاية وتقوله ربنا بقى اتدخل وأنقذ المظلوم، ده كلام إيمان.
ففي عيال طالعة متربية على كلام الإيمان، في إنبوت كده داخل على دماغهم طول الوقت كلام إيمان، خلاص هيطلع شخص مؤمن وقوي في إيمانه ويصد مع كل التيارات الجديدة دي. لكن في واحد ما سمعش كلمة ربنا ولا اسم ربنا في بيته، واحد في جو كل التفسيرات تفسيرات عقلانية منطقية طبيعية، لكن ما فيش تدخل إلهي في ولا حاجة. طبعا ده لازم يقع في شك في لحظة، هو في ربنا ولا ما فيش؟ لأنه كلام الإيمان ما كانش جزء من غذاء الروح. هنا بيقول متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. يبقى كل تعاليم الكنيسة المفروض الأمهات ياخدوا من الكنيسة ويعلموا عيالهم. صدقوني حتى تعليم العقيدة، لاهوت المسيح بنشرحه للأطفال 3 سنين. ليه يسوع ربنا؟ عشان يسوع بيعمل معجزات، عشان يسوع بيأمر البحر بيسكت، عشان الشيطان بيخاف من يسوع قوي وعارف انه ربنا، عشان يسوع آمن القبر وآمن الموت لوحده. يبقى احنا الطفل يقدر يستوعب ده كله، وكل ما تحافظ الكلام ده بدري كل ما حافظوا الكلام ده في المستقبل. اذا متربيا بكلام الايمان والتعليم الحسن. ونختار ايه التعليم اللي يدخل دماغه؟ النهارده الافلام والجيمز والكلام ده عامله حشو في دماغ الاطفال، ده تعليم بس تعليم ليس حسنا، في عنف، في طمع، في البقاء للاقوى، في مبادئ فيها كذب وخداع. طب ما ده حشو داخل على العيال. عشان كده السكرين تايم او وقت الشاشات ده في منتهى الخطوره في التعليم في التربية، لأنه أنا اللي لازم أحط التعليم الحسن بكمية مناسبة جدا في عقل كل طفل وبطرق جميلة سلسة وسهلة. ولو اتعرض للسكرين ده لازم يكون بحساب شديد قوي، هيشوف إيه، هيسمع إيه، وفترة قليلة قوي عشان يفضل ياخد الإنبوت الأساسي، الحشو الأساسي من مصادر موثوق فيه. يقول أما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها. برضو للأسف في بعض الأهالي عايشة في خرافات، في أوهام، في عفاريت، يعني في دايما خايفين من العمل والأرواح الشريرة. طبعا الطفل متلقي سلبي بيسمع الكلام ده بيخاف، بيدخل جواه الاعتقادات الغلط دي كلها. لكن لما بيسمع حد بيقول له لا، ما شياطين ايه، الشيطان بيخاف مننا، احنا بنرشم الصليب، احنا بنقول ابانا الذي، فتلاقي الطفل ارتاح قوي للكلام ده. يقول وروض نفسك للتقوى، وبدا يكلم عن الرياضه، روض من الرياضه. فبيقول الرياضه الجسديه نافعه لقليل. مبدا مفيد قوي، واظن اغلب البيوت مركزه ان الاطفال لازم يلعبوا رياضه. بس أنا عندي كذا تحفظ عاوزكم تفتكروه. الرياضة الجسدية نافعة لكن لقليل، لسه هيقول الرياضة الروحية نافعة لكثير. يعني وقت مدارس الأحد أهم جدا من وقت التدريب، وقت القداس أهم جدا من الماتش، لأن الرياضة الروحية نافعة لكثير والرياضة الجسدية نافعة لقليل. فأنا عاوز أنفع عيالي، يبقى ايه، روحيا اهم من جسديا. طب جسديا في رياضة، في مشكلة تاني، ممكن نفاجأ ان العيال مشتتة في 3-4 رياضات، فايه بقت ستريس، بقت ضغط نفسي على العيال. لا، الحقيقة في الاول بتبدأ كمتعة ثم تتحول الى ضغط نفسي مستفز جدا للصغير وللكبير. حاجة تالتة احذركم منها، انه مش كل اجواء الرياضة الجسدية أجواء بريئة. أنا بشوف أمها ترمي عيالها في التدريب وما تشوفش إيه اللي بيحصل. طب العيال دي بتشتم، المدرب ده إنسان مش مستقيم، الجو كله ملوث، بتسيبوهم بالساعات كده؟ طب ما هيرجع عيالك واخدين زبالة من العالم يعني. فبيقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء، ليه الرياضة الروحية، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. يعني التقوى تخدمك في حياتك هنا، تديك الحياة الأبدية كمان. روحيا لما تكون شخص تقي الناس تحبك وتحترمك وتثق فيك وتنجح في حياتك. والأهم من ده كله بقى إيه؟
تاخد الحياة العتيدة المستقبل. من مبادئ التربية في نفس الإصحاح تيموثاوس الأولى 4: لا يستهين أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. عاوزين نربي أولادنا دايما على محدش يستقل بيك. أنت مسيحي، أنت مش صغير، أنت قدوة، أنت الناس تتعلم منك، ما تتعلمش منهم حاجة وحشة. كن قدوة، دي بتتقال من أب عظيم لأسقف شاب. في ناس كتيرة في الكنيسة أكبر منه قال له خليك قدوة، أنت مرجع للي حواليك. أزمة من أزمات التربية دلوقتي أن كتير من الأهالي عاوزين عيالهم يقلدوا اللي حواليهم. ده عكس التربية المسيحية. التربية المسيحية لازم أربي عيالي تربية كل العالم يقلدهم، بس هم ما يقلدوش حد. هم القدوة، هم الصح، هم المثاليات. فكل ما خلي ابني أو بنتي واثق من نفسه، زمايله هيبصوله بإعجاب، ما بيكذبش أبدا، خدوم، وديع، نظيف في نفسه، عارف حدوده كويسة، بيسمع كلام والديه، ناجح في حياته، هنا قدوة. فلا يستهين أحد بحداثتك. أنا صدقوني بعرف أن في أطفال في مدارس برة بتقف لتعليم الإلحاد، يدخل المدرس يقول طبعا ما فيش ربنا، يقف طفل يقول له لو ما كانش في ربنا ما كنتش أنت هتبقى موجود، ويبقى الأطفال مبهورة أن طفل وسطيهم بيرد بالجرأة دي ومقتنع باللي بيقوله لأنه قدوة. وهناك ما يقدروش يجبروا حد يعني على أي حاجة بالساهل يعني، بس أهله مربيينه على الشجاعة وعلى القدوة، وأنه ما يقبلش الكلام الفارغ حواليه. ولا يستهين أحد بحداثتك، يبقى عنده نوع من الجرأة، مش أنا عشان صغير أخد على دماغي أو يمشوني زي ما هم عاوزين يمشوني، لا. فهنا من المبادئ المفيدة أنك تدي ثقة بالنفس لابنك وبنتك، بس في الصح مش في حاجات غلط. فيبقى قدوة، بصوا في كل حاجة بقى، في الكلام قدوة غلط، في التصرف قدوة، تصرف بحكمة، في المحبة خدوم جدا، في الروح إنسان روحاني بتاع ربنا، في الإيمان مستقيم عارف الإيمان السليم، في الطهارة ما بيعملش حاجات غلط. فيبقى قدوة لمن حول. وصية أخرى في تيموثاوس الأولى 5 مناسبة للتربية، بتقول إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة، حفدة يعني من حفيد، فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة. برضو دي ظاهرة خلينا ننتبه ليها. النهاردة إكرام الوالدين بيقل، والعالم ماشي في اتجاه مادي زيادة، والمشغوليات بتزيد، وتلاقي الشاب ممكن يزعق في والدته أو في أبوه. الطفل اللي طالع ممكن ما يحترمش جده أو جدته. وهنا كان بيتكلم على حتى العطاء المادي. إذا كانت أرملة ست كبيرة عندها حفيد بيكسب أو بيشتغل، لازم يصرف عليها ولازم يوقرها، يديها الوقار. وده يطلع من الأب للجد ومن الحفيد أيضا للأب وللجد. فليتعلموا، إذن دي مادة التعليم. لما يبقى الأب والأم رايحين لجده وبكل الاحترام بيفكروا مع أولادهم دي زيارة جده، دي لازم، ولازم نروح نكلمه إزاي، وندي هدية إزاي، ونساعد في البيت إزاي. فيبان أنه وقار الكبار بيتحفر في الصغير. إكرام الوالدين دي وصية هامة جدا، لأنها مليانة فضائل، فيها تواضع، فيها وفاء، فيها إخلاص ومحبة، فيها حاجات كتيرة. فالوصية نفسها تشمل صفات هامة جدا. فبيقول يتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة. الوالدين بيتعبوا، بيجي وقت لازم نوفيهم حقهم، تعبوا معانا وصرفوا علينا وخدمونا وظهروا جنبنا واستحملوا بواختنا في المراهقة وفي حياتنا، مش لما يكبروا ويتعبوا احنا نقصر ولا ولادنا يقصروا معاهم. اذا تلمذة الطفل على
وقار وإكرام الكبار وإعطائهم المكافأة، وتبقى اللغة فيها كده، دول ياما تعبوا معايا، دول ياما شالوني، دول استحملوني، وبالتالي احنا لازم نفرح لهم ونشجعهم، ولو عيانين نقف جنبهم ونخدمهم وهكذا. تأتي فضيلة أخرى تصلح أن تكون مادة تربية في تيموساوس الأولى 6، والإصحاح ده مشهور بالكلام عن محبة المال أصل لكل الشرور، وكانت لغة القديس بولس في الحتة دي شديدة شوي. فبيقول في ناس بتعتبر التدين بيزنس، تقوى تجارة، فبيعني بيتجروا بالدين يعني، فهم عاوزين يطلعوا بمكاسب من وراء التدين. مش ده اللي هنقوله، لأنه العيال يمكن كبيرة عليهم الفكرة دي، لكن فكرة ان احنا مش عايشين عشان نعمل فلوس. للأسف في أباء وأمهات فعلا دماغهم مشغولة طول الوقت بالفلوس، بيتكلموا في الفلوس كتير، مشغولين قوي يحوشوا الفلوس، ولو طفل كسر حاجة أو سرق وقع فلوس تلاقي إيه مصيبة حصلت، يمكن لو كذب يعدوها له. هنا بتفرق جدا أن الطفل يطلع في بيت الفلوس تحت رجليهم، حتى لو ناس بسطة وإمكانياتهم قليل، ولا الفلوس فوق رأسهم حتى لو كانوا مليونيرات. قيمة الفلوس دي بتتزرع في الطفل، يا إما أنها وسيلة نعيش بيها لكن مش أهم حاجة، أهم حاجة المحبة، الفضائل، ربنا نفسه في حياتنا، رسالة كل واحد في الحياة، ولا أهم حاجة الفلوس. للأسف أنا بشوف أن في أطفال بيتغرس فيهم في 10 سنين الأولى أهم حاجة الفلوس، طبعا ده بيخليهم يخسروا إخواتهم، يتخانقوا مع أهليهم، يرموا نفسهم في أي سكة غلط تجيب فلوس، لأنه هو اتزرع المبدأ ده من صغرهم. وده مش بيتقال لهم أهم حاجة الفلوس، لكن بيتكلموا عن الفلوس كتير، وبيتكلموا عنها كإله، كحاجة مهمة جدا، هي دي اللي تزعلنا وهي دي اللي تفرحنا، هي دي اللي بتدينا القيمة. طبعا كل ده معاني شيطانية. بصوا القديس بولس بيقولها ازاي: لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. يعني طفل لابس عاوز تاني وتالت، نقول له ليه حبيبي ما انت عندك كفاية. يبقى فكرة عندك كفاية دي فكرة لازم تتزرع عن طيب خاطر كده بدري. ليه نجيب حاجات ونركنها؟ ليه نبقى عندنا كذا حاجة؟ في ناس ما عندهاش خالص. أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، والمعنى ده مهم، دول عاوزين يبقوا أغنياء. إحنا مش عاوزين نبقى أغنياء، إحنا عاوزين نبقى ولاد ربنا، عاوزين نروح السماء، عاوزين يبقى لنا رسالة ونكسب نفوس. لكن الذين يريدون أن يكونوا أغنياء دول بالتأكيد هيضيعوا ياله. لما تبقى الفلوس غالية قوي عليهم، ما أعصر دخول ذوي الأموال ملكوت الله، لأن اتزرع في أولادهم أن الفلوس أهم من ربنا، ولا يستطيع أحد أن يعبد الله والمال. فمأساة من مآسي التربية أن العالم كله مشغول بالفلوس زيادة، وده بينتقل للأطفال لدرجة طفل يفتخر على طفل بالأغلى. إيه الأغلى؟ الكوتشي ده أغلى، اللعبة دي أغلى. إيه يا حبيبي؟ لعبة حلوة بتحبها، مالك بالفلوس دلوقتي؟ لا خلاص، البرمجة بقت كلها فلوس. فيقول الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يبقى أزمة من أزماتنا يا أحبائي إن إحنا ننسى روحنا ونركز على الفلوس زيادة، نتكلم فيها زيادة، وده يوصل للأسف أهداف الحياة مؤذية جدا للأطفال من صغرهم، ويعتبروا دي شطارة، عاوز يفرح أبوه، عاوز يجيب فلوس حتى لو سرق، عاوز يثبت نفسه قدام العالم، فعاوز يبقى غني، كل شهوته يبقى غني عشان ده الإثبات الوحيد أنه أحسن من غيره. كل دي معايير مغلوطة شيطانية بتدخل الناس في
مشاكل ضخمة بتعبير القديس بولس، طعنوا أنفسهم، يعني واحد بيموت روحه بالطريقة دي بأوجاع كثيرة، يعني مشاكل ملهاش آخر بقى، يظلم، يكذب، يخسر بيته، يخسر أصدقائه، يتسجن، ممكن كل ده يحصل. أيضا من مبادئ التربية المسيحية في الإصحاح الأخير من تيموساوس الأولى، أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا. لو فيكوا حد ربنا مديله إمكانيات وبيته غني شوية، أرجوكوا احذروا من ربطة الغنى بالكبرياء. أغلب الأغنياء متكبرين، إما كانش الغني مركز جدا إنه يبقى متواضع بيدخلوا الكبرياء بتلقائي، لأنه هو بيفترض إنه عشان معاه فلوس كتير الناس كلها تحت رجليه أو أقل منه. عشان كده دي وصية مهمة قوي، ولازم تتنقل من الآباء والأمهات للأطفال، بتبان في احترام الشغال، احترام كل الناس، بتبان في أنه بنتكلم عن الناس أحسن مننا قدام ربنا بس مش أغنى مننا، بتبان في حب العطاء والسخاء، لأن الكبرياء مرض مهلك وينتقل للطفل. أنا شفت أطفال شايفين روحهم بطريقة مرضية بسبب ان الاباء والامهات عايشين في برج عاجي، يتصوروا عشان معهم امكانيات يعني فوق الكل، فوق اي نظام وفوق اي احترام، طبعا هم بيضيعوا عيالهم. فبيقول وصي الاغنياء في الظهر الحاضر ده الا يستكبروا، ما يحطوش رجائهم في الفلوس اللي محدش يضمن بكره تمشي ازاي، ان يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة. الحل ده رائع جدا، ممكن نبقى أغنياء بس في اتجاه سليم. يعني إيه؟ تصوروا أب وأم بيتباروا يعملوا خير كتير، عاوزين كل يوم هم وعيالهم يفرحوا حد. تخيل بقى الطفل اللي يطلع بعقلية النهاردة هفرح مين، هدي إيه من عندي، فهنا غني في الأعمال الصالحة، يطلع طول عمره سخي وكل اللي في ايده ده بيوزعه وهو مبسوط، وفعلا ربنا طبعا هيبارك له اكتر واكتر. اغنياء بس في اتجاه مختلف، في اعمال صالح، دي تربية، وموجودة في بعض البيوت المسيحية المتميزة، اطفالهم مشغولين بالفقراء اكتر من نفسهم. طبعا دي مثاليات رائعة تصون البيت وتصون العيال وتحميهم من عبادة المال اللي في العالم. أخيرا يختم ويقول يكونوا أسخياء في العطاء. السخاء يعلم، يربى، يبدأ بقدوة الوالدين، سخاء كرم مع كل الناس، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل. اللي بيفكر أنه بيحوش في السماء هيعلم عياله يحوشوا في السماء، فبدل ما يحوشوا في الدنيا دي هم عمالين يحوشوا في السماء، كده أولادنا يطلعوا قديسين من صغرهم، فاهمين المبادئ الروحية، ويبقوا أطفال مؤثرين في العالم بدل ما يروحوا في الرجلين ويعبدوا المال زي غيرهم. ربنا يحمينا ويدينا مربيين صالحين. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.